نعم، بالنسبة لزيارة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، تعد هي الزيارة الأولى من نوعها لتونس والتي تستغرق 3 أيام، إذ ثمن المنفي لدى وصوله إلى العاصمة التونسية تونس ثمن دور تونس الداعم لبلاده، إذ من المتوقع أن تكون الملفات السياسية والأمنية من بين أهم الملفات التي سيتطرق لها وفد البلدين، خاصة وأن الجانبان يشددان على أهمية التنسيق الأمني بينهما لا سيما في هذه الظروف الحساسة. كما أن الملفت للنظر أن زيارة المنفي تأتي عقب الخلافات الليبية بشأن الحوار السياسي في ليبيا والقاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات المتوقعة نهاية العام الجاري، مع احتمال تأجيل هذه الانتخابات أو حتى إلغائها. عموما، فإن زيارة المنفي لتونس تتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، خاصة تطورات الوضع السياسي في ليبيا. وبطبيعة الحال فإن هذه الزيارة ستكلل بعدة لقاءات بين رجال الأعمال، بين المسؤولين السياسيين الليبيين والتونسيين وحتى المسؤولين الاقتصاديين، وهذا من شأنه أن يعطي دفع جديد للنشاط الاقتصادي والاستثماري والتجاري عبر تسهيل الإجراءات المالية والاقتصادية بين البلدين.